وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة السيد حمدي بخيت، عضو مجلس النواب المصري. سيد حمدي مساء الخير. أهلا وسهلا نور عليك وعلى السادة المشاهدين. أهلا وسهلا. جلالة الملك المفدى شدد في كلمة على المساندة التامة للجهود المتواصلة لجمهورية مصر الشقيقة في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، كيف تعلق على ذلك؟ والله دي رؤية كويسة شاملة من جلالة الملك في كلمته أمام الجمعية العامة، توضح مدى حرص البحرين على شمول كل الجهود والإشارة إلى كل الجهود القائمة في المنطقة. أما عن مصر، فمصر حددت منذ عام 79 على لسان الرئيس السادات أن السلام خيار استراتيجي، وأن السلام هو الذي يعود بالمنطقة إلى الاستقرار والرخاء. ولكن كانت الكلمة واضحة أن السلام العادل والقائم على مصلحة الجميع والشامل بحيث لا يستثني أحد. الحاجة الثانية، مصر خطها واضح في حل المشاكل المنطقة، أنها تحافظ على سيادة دول المنطقة وتحارب أي تدخل فيها، كذلك تحافظ على السلام مع إسرائيل على مرجعيات محددة. منها المبادرة العربية، منها الدولتين، منها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، قيم ثابتة في السياسة. لذلك أنا العرب يعني وعلى رؤسهم دول كثيرة حاولت محاولات كبيرة جدا في مجال السلام، وقدمت مبادرات، بل وقدمت اختراقات كبيرة منذ أن قام الرئيس السادات بزيارة القدس، ثم زيارته زيارة قادة الدول العربية للتنسيق في مراحل كتيرة لصالح حل القضية الفلسطينية، ثم اختراق الإمارات لهذا الصمت في العلاقات الدولية في منطقة الشرق الأوسط بإعادة العلاقات أو بإقامة علاقات مع إسرائيل، ثم تلتها مملكة البحرين في خطوة شجاعة. كل ده يلقي بالكرة في ملعب إسرائيل، على إسرائيل أن تثبت أنها قادرة أن تستوعب هذه الخطوات الإيجابية التي قامت بها الدول العربية، وعلى رأسها جمهورية مصر العربية. أيضا على إسرائيل أن تستوعب أن لا حل لأي قضية من قضايا المنطقة إلا بحل القضية الفلسطينية. نعم، من القاهرة السيد حمدي بخيت، عضو مجلس النواب المصري، شكرا جزيلا لك.